ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا، فخليني ادخل في الفيديو على طول المحتوى بتاعه من غير مقدمة ولا اي حاجة. خليني اقول مثلا ان انا في خلال 6 شهور هدفي ان انا اسيب الشغلانة الوحشة اللي مش حاببها انا دلوقتي ديت واشتغل مبرمج، او حتى انا لسه متخرج من الجامعة جديد وشهادة تخرجي مش مخلياني الاقي شغل، فهعمل شيفت كارير واتعلم برمجة وبالتحديد الفرونت اند ويب ديفلوبمنت او برمجة واجهات المواقع. ايه اللي يخليني في 6 شهور وده ممكن جدا الاقي شغل وابدا اشتغل؟ اول حاجه خلينا متفقين ان في خلال ال6 شهور ديت مش هدفنا ان احنا نكون مبرمجين خارقين خالص، احنا هدفنا ان احنا نتعلم في 6 شهور حاجه معينه تاهلنا ان احنا ندخل سوق العمل وندور على شغل في مسمى وظيفي اسمه الجونيور فرونت اند ويب ديفلوبر. لكن الشغل في شركات كبيره زي ابل وجوجل والكلام ده ليهم شغل تاني خالص ومجهود تاني خالص، مش موضوعنا في الفيديو ده ان شاء الله. وطبعا طبعا بعد توفيق ربنا ده هيعتمد على قد ايه احنا هنحط مجهود في خلال 6 شهور ديت عشان نوصل للمستوى المعين ده. فعلى قد ما هتقدر تحط مجهود على قد ما هتطلع بمستويات احسن وتلاقي شغل بطريقة اسهل. المشكلة بس ان الواحد قبل ما يبدأ يتعلم وياخد القرار دوت في حاجات كتير بتخليه ان هو ييأس وما يحاولش اصلا. من الحاجات ديت ان هو بيقولوا له عشان تشتغل لازم تبقى متعلم تكنولوجيز كتير في المجال اللي انت هتتعلمه دوت عشان تبدا تشتغل. يعني مثلا في الويب هيفضلوا يقولوا لازم تتعلم HTML وCSS وجافا سكريبت وانجولار ورياكت وفيو وريدكس وتيل ويند وبوتستراب ومش عارف حاجات كتير، يعني حاجات كتير بيقول لك لازم ديت الحاجات بتاعت الفرونت اند. فالناس بتصدق ان هي ما دام الحاجات ديت بتاعت الفرونت اند يبقى انا لازم اتعلمها كلها قبل ما ابدا اقدم على شغل، والكلام ده مش صحيح. انت لما بتيجي تقدم على شغل كجونيور بيبقى هدف الشركة الرئيسي ان هي تلاقي واحد معاه معلومات معينة في مستوى معين، مش لازم عالي خالص ومش لازم كل حاجة، بس من جواه هو عنده دافع ان هو يشتغل اكتر ويقدم كل اللي عنده، غير ان هو مع الوقت هيتعلم اكتر ويبقى عنده معلومات اكتر فيشتغل في مستوى اعلى من الجونيور ولا لا. يعني طول ما انت عندك قابلية انك تتعلم وانك هتشتغل وتعمل كل اللي تقدر عليه الشركات بتحب كده، خصوصا في وظيفة الجونيور، وهم عارفين انك انت كجونيور انت لسه مش عارف كل حاجة، ما عندكش خبرة كبيرة وما تعلمتش كل التكنولوجيز اللي انت عايز تعلمها. فانت علشان تشتغل مش محتاج تتعلم كل التكنولوجيز. كمان اهم حاجة عند الشركات يكون عندك كونسبت اللي هو get things done، يعني انت خد التسكية ديت جديدة عليك مش جديدة عليك، انت هتاخد الحاجة تتعامل معاها تطلع منتج او تطلع ناتج او مشروع من الحاجة اللي انت بتعمل ايا كان ايه هدفك منها. المهم ما تجيش تقول له انا معرفش وما لقيتش حل، لا انت هتدور حتى لو حاجة جديدة وتشتغل وتطلع منتج، ده هدف الشركة الرئيسي. بس انا هكلمك في الفيديو ده النهاردة عن اهم حاجات لازم تتعلمها كيعني زي اساس كده انك انت تبدأ تدور بيها على شغل. خلينا نقول كمان ان انا معيش فلوس اتعلم، او حتى فلوسي اللي جايالي دلوقتي مفيش جزء منها اللي انا اقدمه للتعليم. ففي طرق كتيرة انك تتعلمها. اول حاجة انك ممكن تتعلم من التراك بتاع الفرونت اند ويب ديفلوبمنت اللي هو موجود في يوداسيتي، انا عملت عنه فيديو ممكن تشوفوه في الاي اللي هتطلع من فوق ديت دلوقتي. وكمان هم طوروا التراك عن ما انا اتعلمته، خلوه تقريبا فول ستاك، فانتوا لو عايزين تتعلموا منه عن طريق يوداسيتي من منحه وزاره الاتصالات وتفاصيل اكتر تقدروا تشوفوا الفيديو هيقول لكم كل المعلومات اللي انتوا عايزينها. اما بقى لو انتوا مثلا مش من مصر من دوله عربيه وعايزين تتعلموا او ايا كان السبب اللي مخليكم ما تقدروش تتعلموا في التراك بتاع يوداسيتي، في كورسات وفيديوهات بالهبل على النت ممكن تتعلموا منها، فمفيش مشكلة خالص ان الواحد يتعلم من الصفر ببلاش من على النت. بس المشكلة ان النت بيبقى ملخبط شوية ومفيش اي نظام، فاحسن حاجة ان الواحد يبقى معاه تراك او عارف ايه المسار اللي هيمشي فيه ويتعلم النقط اللي فيه طول ما هو ماشي من على النت، غير كده هتوه جدا من على النت ومش هتوصل لاي نتيجة. لو كملتوا كمان الفيديو للاخر هقول لكم ايه المكان اللي ممكن تتعلموا منه على اليوتيوب ببلاش، وده اللي بنصح بيه جدا وهتلاقي فيه كل حاجة واكتر. خلينا بقى ايه نخش على الخطة او المسار اللي هنعمله. الشهر الاول نعمل فيه ايه؟ ببساطة الشهر الاول هتتعلم حاجتين بس، HTML وCSS. هقولهم تاني، HTML وCSS بس، وتعلمهم من اي حتة. المهم تتعلم الاساسيات بتاعتهم وتفهمهم كويس جدا وتعرف ازاي بيشتغلوا مع بعض وازاي CSS بيأثر على HTML، لان دولت هما الاساس اللي انت هتبني عليه كل الشهور اللي جاية. لو ما اسستش نفسك فيهم كويس كأنك ما بتعملش حاجة.
اساس اهم حاجه. وخلي بالك عادي جدا وانت بتتعلم هتنسى، يعني لو انت اتعلمت حاجه 100% واللي اتبقى في دماغك منها 50% فدي حاجه كويسه جدا، يعني يا ريت يتبقى منها 50%. واوعى تقلق من ده، وخليك حاطط في هدفك في دماغك انك دلوقتي عايز تفهم ازاي الدنيا بتمشي فيهم، مش هدفك انك تبقى عارف كل حاجه، وهقول لك ليه كمان شويه. قبل ما نكمل الشهور اللي جايه هنعمل فيها ايه، في سؤال منطقي جدا معظم الناس بتساله، بس هو بصراحه ما ينفعش يتسال، اللي هو انا اذاكر كام ساعه في اليوم علشان اقدر اقول ان انا في الشهر دوت ذاكرت الحاجه الفلانيه او عملت اللي عليا. السؤال ده بقى ليه ما ينفعش يتسال؟ لانك انت طول ما انت شغفك انك انت تتعلم برمجه وتبقى في احسن مستوى ممكن، فلازم برضو تحط في دماغك كونسبت ان انا لازم اقعد اتعلم برمجه على قد ما اقدر، ما عنديش ليميت للوقت اللي هحطه. يعني ما تجيش تقول لي مثلا انك انت عايز اتعلم ساعه برمجه لمده 6 شهور عشان اوصل اللي انا اشتغل. الموضوع دوت صعب جدا، ان ما كانش مستحيل يعني ما ينفعش تقول لي كده. ساعه واحده في اليوم مش كفايه خالص. ولو بشكل عام عايزني انصحك بعدد ساعات معين في اليوم، فما يقلش عن 3 ساعات في اليوم لمده 6 شهور. 3 ساعات دولت ممكن ما يكونش كل يوم 3 ساعات، المهم ممكن توزعهم على الاسبوع، يعني ممكن يوم يكون فيه 6 ساعات مذاكره، في يوم ما ذاكرتش فيه خالص. المهم بشكل عام لو فرضتهم على الايام يبقى كل يوم 3 ساعات على الاقل، ما كانش اكتر. بس ده مش معناه انك انت لو ما عندكش غير ساعه في اليوم، حقيقي ما عندكش ساعه غير ساعه في اليوم انك تتعلم برمجه، ده خلاص تفكس للموضوع ما تمشيش فيها. لا، اشتغل الساعه ديت واعمل اللي عليك. صحيح هتاخد وقت اطول، بس هو انت بتتقدم كل يوم في حاجه مهمه. المهم ان الساعه دي فعلا تكون هي الساعه الوحيده اللي قادر تقدمها للبرمجه. مش تقول لي انا قاعد بتفرج على افلام وبخرج وبتفسح واخر النهار خلاص ما لقيتش حاجه اعملها فلقيت ساعه اتعلمها برمجه. لا، لو انت عندك فعلا وقت الغي الفسح، الغي الخروج، الغي القعاد على الفيس. هما 6 شهور هيريحوك بعد كده كتير جدا لقدام، وعن تجربه واعرف ناس كتير قلبت حياتها خالص بالبرمجه. فهما 6 شهور اعصر على نفسك ليمونه، يعني مش لازم يعني خروج وفسح وبتاع. نيجي بقى للشهر التاني نعمل فيه ايه؟ اتعلمنا خلاص HTML و CSS، نخش بقى ايه على الوحش الكبير جافا سكريبت. وده مهمتك طول الشهر تتعلم فيه على قد ما تقدر. بقولك تتعلم ليه جافا سكريبت على قد ما تقدر، لان الجافا سكريبت بحر، واللي يقولك انا عارف كل حاجه في الجافا سكريبت دوت يا اما كذاب يا اما مش فاهم يا اما خارق، يعني مفيش حل غير كده. فاحنا هنتعلم على قد ما نقدر جافا سكريبت، وكمان خصوصا الحتت اللي بتربط الجافا سكريبت بالويب والاتش تي ام ال والسي اس اس، ودي هتبقى فرصه كويسه جدا ليك انك تراجع ال HTML وال CSS اللي انت مذاكرهم الشهر اللي قبليه، وهتطبق بيهم مع الجافا سكريبت، فكل حاجه ايه بتساعد بعضها. الشهر الثالث، الشهر الثالث ده يعتبر اهم شهر في التراك بتاعنا كله، وهو يعتبر شهر الحصاد المبدئي، لانك انت دلوقتي اتعلمت في الشهرين الاولانيين HTML و CSS وجافا سكريبت، فانت هدفك دلوقتي انك انت تبعد خالص عن الكورسات، تبعد خالص عن التوتوريالز، وتبدا تطبق بنفسك. تطبق بنفسك ازاي؟ هتدور على جوجل ازاي تعمل حاجه اسمها لاندنج بيج، او ازاي تعمل اللي هي الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع. هتتعلمها واحده واحده وتبني انت على الاقل من 3 ل4 لاندنج بيجز علشان تطور عندك مهاره معينه انك انت تبقى مطور، او يعني من غير تزويق ازاي تبحث على جوجل. هو المطور بيبحث على جوجل، كلنا بنبحث على جوجل. المدير بتاعي في الشغل اللي عنده 20 سنه خبره بيدور على جوجل لما يكون مش عارف حاجه معينه. الناس اللي شغالين في الفيسبوك، الناس اللي شغالين في جوجل، شغالين في اي شركه بيبحثوا على جوجل، لان احنا مش كمبيوتر، احنا بشر ودايما في حاجات بتسقط مننا، فمش وحش ان احنا ندور على جوجل ونفتكرها. طبعا بيختلف قد ايه كل ما مستواك يعلى في البرمجه بيبقى البحث بتاعك اقل، بس مش معنى كده ان مفيش اي حد في الدنيا بيبحث، لا، كل الناس بتشتغل بتبرمج مهما كان مستواها بتبحث على جوجل عشان تلاقي الحاجه اللي هي عايزاها. وزي طبعا ما قلت لك من شويه، انت مهمتك في الحياه في البرمجه انك انت get things done، يعني انت حلال مشاكل، اتشقلب بقى روح هنا روح هناك، المهم بتطلع منتج في ديدلاين معين ايا كان الطريقه. وطبعا لو تقدر تعمل اكتر من 3 4 صفحات، تعمل 5 تعمل 6، خير وبركه. كل ما هتعمل اكتر وكل ما هتبحث اكتر كل ما هتطور عندك المهاره دي. يعني مثلا تخيل معايا سيناريو، بعد الشهر السادس خلصنا خلاص التراك بتاعنا، تعمل انترفيو في شركه معينه وبيسالك انت عملت ايه، انا ايه اللي يخليني اشغلك وانت اتعلمت في 6 شهور بس كل الحاجات ديت، ودي مده مش كافيه بالنسبه لي، مده قليله. هتقول له انا اتعلمت في الكورس فلان وكورس علان ازاي ابرمج الويب واعمل HTML و CSS وجافا سكريبت. رده ببساطه هيقول لك يعني انت طول الوقت دوت انت عمال تتعلم كورسات هي اللي تقدم لك الحلول او بتعلمك ازاي تكتب كود. غالبا رده هيكون تمام جدا،
هتتصل بيك، وطبعا غالبا عمرك ما تدخل المكان ده تاني. قارن ده بقى بشخص تاني او انت في عالم موازي، انك انت داخل تقول له انا صحيح اتعلمت اول شهرين من الكورسات والتوتوريالز لان انا كنت جديد في البرمجة معرفش حاجة، بس انا من بداية الشهر الثالث اتحديت نفسي ان انا اعمل مشاريع واشتغل بنفسي واطلع منتج، وكمان طورت عندي حتة ان انا ادور على حاجة والاقيها. دايما لما بدور على حاجة بلاقيها بدليل ان انا طلعت المنتج ده من نفسي، ما اعتمدتش على اي توتوريال ولا اي حاجة. وكمان وانا بعمل كده اتعلمت كتير جدا من جوجل ومن الحاجات المصادر اللي انا شفتها اكتر ما اتعلمت من التوتوريال. يعني التوتوريال تقول له كده توتوريال علمتني ازاي ادور، ولما ازاي دورت اتعلمت اعرف اعمل الحاجة ديت. فقارن الفرق اكيد طبعا هيشغل الشخص التاني، لان هو اتعلم ازاي يدور، وزي ما قلت من شوية بيجيت things done. دي اهم حاجة، اهم حاجة انت حلال مشاكل، فما تجيش تقول له انا عندي مشكلة، انا هو مشغلك مش تحل المشاكل، فهمتني؟ ده طبعا اللي مخليني اقول لك اعمل 3-4 صفحات لاندنج بيج على الاقل. نيجي بقى للشهر الرابع، وقبل ما اتكلم عن ايه اللي المفروض نتعلمه في الشهر الرابع، عايز اقول لك ان من دلوقتي نقدر نقدم على شغل، لانك انت اتعلمت حاجات مش قليله. انت اتعلمت HTML وCSS وجافا سكريبت وبتطلع منتج، يعني تقدر تشتغل وتحل مشاكل زي ما انا قلت، فتقدر تقدم من دلوقتي ايا كانت النتيجه. وايه الفكره بقى انك تقدم؟ لان الشغل اللي موجود دلوقتي او الشغلانه اللي هتلاقيها على النت محطوطه دلوقتي طالبين ناس مبرمجين، بعد شهر او حتى شهرين مش هتلاقي الشغلانه دي. فانت بتعمل اللي عليك، بتقدم، جات ما جاتش خلاص انت مش خسران حاجه. وخصوصا كمان لو انت وصلت لمرحله الانترفيو هتدخل، حتى لو ما توفقتش فانت بتجمع دلوقتي خبره ازاي تتعامل في الانترفيو، وديت حاجه مش هتضرك بالعكس هتفيدك. فزي ما قلت قدم من دلوقتي لانك انت مش خسران حاجه خالص، بالعكس انت ممكن تكسب وتلاقي شغلانه قبل ما تكمل التراك بتاعك وتوصل للحاجات الاعلى اللي هنتكلم فيه. تمام كده اتفقنا انك تبدا تقدم من بعد ما تخلص الشهر التالت. ايه بقى اللي هنتعلمه في الشهر الرابع؟ هنتعلم حاجه اسمها رياكت. رياكت دي باختصار، واختصار مش دقيق قوي بس هو هيوصل المعنى، انت بتدمج ال HTML في الجافا سكريبت مع بعض عشان تطلع حاجه تسهل عليك حاجه. ده يعني ده شرح كافي، مش عارف كافي ولا لا، بس هو يعني خلينا نقول ان ده كافي لحد دلوقتي. يعني ايه رياكت؟ انت مش بتتعلم حاجه جديده، انت مجرد بتسهل على نفسك الدنيا علشان تطلع منتج اكتر تعقيد بمجهود اقل. هي دي فايده الرياكت. والرياكت هو بسيط وكل حاجه، بس هو هيحتاج الشهر كامل عشان تتقنه، عشان في حاجات كتير هتتعلمها جواه وفي كونسبتس جديده كتير هتتعلمها فيه، فهو يدوبك ياخد الشهر الرابع. نخش على الشهر الخامس. الشهر الخامس ده ايه؟ الحصاد الجزء الثاني. زي ما عملنا في الشهر الثالث هنطبق اللي اتعلمناه في الرياكت في الشهر الرابع، ونطلع مشاريع بدون خالص الكورسات زي ما قلت، بدون خالص التوتوريالز، نطلع مشاريع بمجهودنا الخاص، نبحث في جوجل على قد ما نقدر، نسال الناس لو في مثلا مشترك في جروب بتاع برمجه او ناس مهتمه بالبرمجه، تسال وتشوف. المهم تعمل حاجه انت بايدك وتحاول تعملها اعلى دقة ممكنة تقدر تعملها، يعني تحط كل مجهودك فيها وما تكروتش خالص، لان المنتج اللي انت هتطلعه دلوقتي دوت انت هتستخدمه كبورتفوليو تقدمه للناس اللي انت عايز تشتغل عندهم بعد كده. فطول ما المنتج بتاعك احسن وانت بذلت فيه مجهود لوحدك، كل ما تكون فرصتك احسن في الشغل طبيعي. وطبعا بالتوازي احنا بنقدم على شغل مش ساكتين بس، احنا دلوقتي بنقدم على شغل ايه؟ HTML CSS جافا سكريبت، ومعانا كمان الرياكت. بتقدم على الشغلانات اللي كمان الاعلى اللي هي ممكن يكون فيها دخل اعلى. خش بقى على الشهر السادس. الشهر السادس ده ايه؟ شهر التفنيش كده، خلاص احنا ايه بنفنش، اتعلمنا التكنيكال، نتعلم بقى ازاي ننظم امورنا في شغلنا. ايه اللي هنتعلمه؟ نتعلم حاجه اسمها الجيت او الفيرجن كنترول. دي هتفيدنا في ايه؟ ان احنا لما نكون شغالين في شركه، ودي بتحصل بنستخدمها كل يوم، ان انت مش شغال لوحدك في مشروع معين، لا انت شغال مع تيم، فانت لازم كل لما تعمل ابديت او تطور حاجه ترفعها على موقع ما والناس زمايلك يخشوا يشوفوا، او لو انت عكيت الدنيا ورفعت فيرجن جديد من الموقع اللي انت شغال عليه، عايز ترجع بالزمن وتروح للموقع اللي انت كنت عامله من فتره او من اسبوعين مثلا، الشكل اللي انت كنت عامله من اسبوعين ممكن ترجع له وما تخسرش كل اللي انت عملته لما بوظت الدنيا. فهي حاجه مهمه جدا وكل الناس بتستخدمها في الشركات، سواء بقى ايه بيشتغلوا بموقع اسمه جيت هاب، جيت لاب، في حاجات كتير بيستخدموها بس كلهم شبه بعض. غير كمان انك انت قبل ما تشتغل انك انت ممكن ترفع على الجيت هاب المشاريع اللي انت بتعملها وكل العالم يشوفها. تخيل كده انت عملت كود رفعته للعالم كله، كل الناس شايفينه،
ممكن حد استفاد منه، ممكن واحد عايز بيدور على ناس يشتغل شاف الكود بتاعك عجبته، هتلاقيه بيبعت لك وبيكلمك واشتغلت. مكان للاعلان بتاعك احسن من كده ايه؟ فانت لازم تتعلم الفيرجن كنترول عشان مهم جدا في التيم وورك على الاقل. كمان في حاجه تتعلمها بس ديت مش لازم تتعلمها، انت دلوقتي انت بتتعلم عشان تبقى فرونت اند ويب ديفلوبر، لازم تتعلم الحاجات بتاعت الواجهه مش الشغال في الكواليس. بس هي دي ايه بقولها لازم تتعلمها عشان انت ساعات بتتعامل معاها، وهي الداتابيزز. لازم تعرف بشكل ما بسيط كده ازاي الداتابيز بتشتغل، ازاي بتتواصل معاها من الفرونت للباك، ازاي ممكن تضرب منك كل الكلام دوت. وهم مش مطلوبين منك يعني، لو انت عندك وقت تعملهم مفيش مشكله، ما عندكش وقت خلاص برضو مفيش مشكله. المهم تعلم الجيت. لو قدرت فعلا تتعلم كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا ديت عليها في 6 شهور، فانت من غير اي مبالغه انت مذهل، ومفيش ناس كتير تقدر تعمل اللي انت عملته. وتخيل كده انت رايح لصاحب شركه بتقول له انا اتعلمت وطبقت بنفسي وعملت كل الحاجات ديت في 6 شهور، فهو في دماغه انت طب انت اتعلمت كل ده في 6 شهور، ايه اللي ممكن تقدمه للشركه وايه اللي انت ممكن تتعلمه في السنين الجايه؟ فهو ايه اللي هيخليه دلوقتي ما يشغلكش؟ انت واحد مهتم جدا بالبرمجه، حاطط فيها وقت كبير جدا وحاطط شغف، وكمان بتتعلم بسرعة وبتطبق، فأكيد قدام هيستفاد منك أكتر من الفلوس اللي بيديها لك. فعشان كده أنت قدام شوية هتطمع وهتقول له أنا عايز مرتبي أعلى لأن أنا اتعلمت حاجات أكتر وبقيت بطلع منتج أحسن في وقت أسرع. ده كل كلامي عن إزاي تبقى فرونت إند ويب ديفلوبر لمدة 6 شهور. لو أنت وصلت للحتة دي من الفيديو فأنت أثبتت لي بشكل كبير إنك مهتم بالموضوع ده وفعلا عايز تدوس فيه وعايز تغير من حياتك للأحسن. فعشان كده هحط لك تحت في الديسكريبشن لينك أكتر قناة يوتيوب أنا شايفها بتعلم الواحد الموضوع ده بشكل كبير، وهي قناة فريكود كامب. القناة دي هتدخل عليها تخش في السيرش بتاعها تكتب أي حاجة من الكلام اللي أنا قلته دلوقتي النهاردة في الفيديو ده، هتلاقيها موجودة مش بس كورس واحد، هتلاقي فيه كورس واتنين وتلاتة بكذا حد. ما عجبكش الحد الأولاني خش على الحد التاني، خش على الحد التالت، وكلهم مستوياتهم فوق الممتازة. بس أنا أنصحك لما تدخل تلاقي كذا كورس خد احدث كورس عشان يبقى بيطبق احدث حاجه في التكنولوجيا اللي انت بتتعلمها دي دلوقتي. بس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديد على القناه او لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب علشان تستفيد من الفيديوهات الفتره الجايه. يلا سلام.